قضى زهرة شبابه وراء ظلمة حي الإعدام بعد اعتقاله وهو في العشرينات من عمره بسبب نشره لمنشورات تندد بالأوضاع. فخلال بحثه عن حركة سياسية تناسب أفكاره ارتمى في حضن حركة الشبيبة الإسلامية بقيادة عبد الكريم مطيع، إلى أنها غدرت به وقدمته عدد من المعتقلين الآخرين قرباناً لولائهم. صور مرعبة يرويها أحمد الحو، المعتقل السياسي العائد من المشرحة، عبر حلقات برنامج ذاكرة معتقل. وكره ملي مشيت للسجن راه المرارة، هادوك المتظاهرين اللي شافوهم الناس وتنساو في السجون. هنا بني تبدا الاحباط، انك حتى الناس اللي اصلا كنتي معاهم انه ماشي غير نساوك، لا بداو تيطعنوا فيك، بداو يوسموك ويتبرؤوا منك واعتبروك انك انت داك الشيء ما خابد عليه، وفوق هذا يخرج في بيانات، يمكن يخرج في كاع بيانات ديال الخيانه، واصلا انه تتعود انت تجي تصيب راسك نتايا، اصبحتي واحد الماده للربح بالنسبه ليه. الشبيبه الاسلاميه مثلا انه القياده ديالها كاينه في اوروبا، فتدوروا في المساجد، وحنا عندنا معتقلين وخصكم تعاونوهم وخصكم كتجمعوا اموال طائله، ولكن تتمشي لجيوبهم، قروا ولادهم في احسن المدارس في اوروبا. احنا كنا تنضحكوا، كنا ديما من واحد القضيه تنضحكوا فيها، تنكون خرجت للزياره بالوار كما تسميو، تيقولوا لي السي احمد شكون جا؟ تنقول لها جات عندي الحركه امي والحزب امي. يعني دوك الامهات ديالنا ودوك الاباء ديالنا هما اللي تحملوا كل عناء ديال الاعتقال ديالنا. دابا الحاله دي من الصور المشرقه، نصبنا العائلات ديالنا بواحد المستوى عالي، ما عندهم هما لا هم حزبي ولا هم سياسي، هي يكفي انك ولدها وولدها تطيح عليك في العافيه، تتعتقل من اجلك، تيضربوها من اجلك، تتكرفص من اجلك، ودائما صامده، ربما شي احوال اكثر من صمودك. دونك هذه يعني من الحوايج اللي كانت تتهز المعنويات ديالنا في وسط هاد الخضم ديال الخذلان، لا الخذلان من الشارع، لا الخذلان من الناس اللي كنتي معاهم، لا الخذلان انه داك الشيء ربما الكثير غادي يشوف واحد العدد ديال المعتقلين السياسيين من بعد، انه اساسا هاد الشيء تيخليك دير مراجعات، تيخليك تعاود ماشي حد نازلتي، ولكن ضروري تعاود ترتيب الافكار ديالك، المواقف ديالك، كيفاش تتشوف هذه، كيفاش تتشوف هذه، لان الواقع لا يرتقي، الواقع انت في زنزانه سادين عليك بوحدك تتواجه، وكتي خليك انك على الاقل تتنزل من داك البرج ديالك، لان داك البرج فيه كل شيء، فيه داك الاحلام الملائكيه، فيه داك النظره الاخر، نظر الآخر سواء كان داك الطرف اللي كنتي معاه أو الشارع أو كذا وكذا، الأمثال كثيرة أمامكم. الشبيبة الإسلامية اللي واحد الطرف اللي جا في الطريق، يمكن أنه لأن الشبيبة أنها تناغمت شوية مع التربية المحافظة ديالي، ولكن أنا أصلا واحد التراكم ديال مجموعة ديال الأفكار إنسانية، قريت على ماو تي تونغ، قريت على تشي غيفارا، يعني عندي هادو امثله دائما. الفتره ديالنا كانت فتره ديال الثورات، الثوره الفلسطينيه كانت في الاوج ديالها، حركات بحال الجهاد الاسلامي، حركات بحال طوبا ماروز في امريكا اللاتينيه، حركات بحال لي بريغاد روج، يعني كانت واحد الحركيه في الفتره ديالنا راه ما كايناش دابا.
حركة مثل الإضرابات داخل بريطانيا ديال بوبي سانز، كيفاش تواجه هو مارغاريت تيتشر. هذه كلها حوايج اللي صنعت مني أنا، ماشي أنا واحد المادة يعني صنعتها. الشبيبة غير لقتني موجود ولقيت أنا أفكار خاصة المرجعية الدينية ديالي تتماهى معها، فمشيت. فلذلك يعني من هذا المنطلق هذا يعني صبت هذاك الخط الثوري اللي تحلم به أي شاب. شاب مثلا شاف الثورة الصندينية ديك الساعة، ثورة سلمية فيها الجانب المسلح، لكن أنا بالنسبة لي كنت يهمني داك الطابع، يعني بحال مثلا الثورة الإسلامية في إيران، كيفاش حركها الإمام الخميني، وكيفاش كانت سلمية، كيفاش كانت فيها إضرابات اقتصادية، كيفاش الناس كانت تخرج للشوارع بالأكفان، كيفاش يعني هاد الصور كلها عالقة في الذهن ديالي كواحد، يعني تجعل مني واحد شخص حالم أقصى الحلم ديالو ويكون حارس ثورة، ماشي تازع ما واحد قيادة، حارس واحد ثورة تصنعاتي حرص عليها كذا كذا، ولكن واحد ثورة شعبية اللي تضم جميع فئات ديال الشعب. كانت من الحوايج اللي نادت بها الشبيبة، هو رفضها الظلم، رفضها الخط المسار اللي غادية فيه الدولة، تناغمت مع الأفكار ديالي. موتا أمام أصلا من نهار خرج من المغرب، ما بقاش دخل المغرب، لأنه الحادث ديال مقتل ديال عمر بن جلون، وخرج يعني في 75 أنا ما انضميت للشبيبة حتى تقريبا ديك 78 79. يعني تلاقيت مع ناس قياديين داخل الشبيبة اللي داخل أرض الوطن، ولكن باش موتا كانت ممكن توصلنا مثلا كتابات ديالو، توصلنا أشريطة ديك الساعة، دوك الأشريطة القدام تتسمع الصوت تتسمع كذا، ولكن كجسد ما عمرني تلاقيت معه، ما عمرني. كان يونطر من الخارج، وكانت ديك الساعة الشبيبة إلا قلنا راه الكتير دابا إلا تسمع الشبيبة تهضر تفهم بالواقع ديال الآن. الشبيبة راه كانت هي الحركة الإسلامية الوحيدة واللي عندها واحد القاعدة واسعة أكثر من حركة حزب العدالة والتنمية، وأكثر من العدل والإحسان، وأكثر وحتى دابا الناس اللي مشاو لهذه الحركة راه مشاو من الشبيبة في الغالبية ديالهم. بمعنى راه ملي تنقول لك الشبيبة راه كانت واحد الحركة كبيرة جدا. إلا كنتي من ديك الساعة ما يمكنش تصور راسك أنك غتكون شي حركة إسلامية من غير الشبيبة. يعني الاختيار أنه ما عندكش اختيارات، كان واحد الاختيار واحد هو الشبيبة، ولكن الشبيبة راه كانت قوة. إلا تتقول مساجد ديال الخطباء كلهم ديالها، لأنه الدولة دابا عادة أمت المساجد، راه كانت إلا مشيتي لكازا مثلا راه كاين واحد 20 مسجد يحج إليها الشباب من كل بقاع المغرب. أنا ولد المحمدية وكتنهز ما عندي فلوس ما عندي والو، نمشي على رجلي حتى لكازا أو ناخذ البشكليطة ديال الواليد ونمشي عليها. وكيف باش تقطع واحد 40 كيلومتر دائما بهذا الشكل باش تحضر لديك الجمعة وتقد تخرج في مظاهرات تقد تخرج في كذا. وكان واحد هذا هو يعني هذا الجو حسيت براسي أنا لقيت نفسي وسطه بطبيعة الحال. في نفس الوقت نحمل هذيك الأفكار الأخرى اللي أخسي أنا ماشي جيت واحد السيد ديال المساجد ولا ديال كذا، أنا عقلي تائر أنا داك. يعني ملي كان اتفاق أنه غادي تكون على إثر حدث اللي هو وطني اللي هو الأحداث الاجتماعية ديال الطالبيضة، يمكنش أنا واخا نكون أنا في أي تيار ديال الطالبيضة ديال 81، كان هذاك هو الحدث اللي احنا كنا ديك الساعة غير طلبة، ولكن كان تفكير انه خصنا نديرو شي حاجة بمناسبة الذكرى الأولى لهذيك الانتفاضة، انه
انا راه كما قلت قبل راه الناس تعتقلت تنسى تهتادوا الناس ديال 81 الناس راه تشدوا وتشدوا بالالاف. ولكن راه ملي مشيت للسجن راه المراره هادوك المتظاهرين اللي شافوهم الناس وتنساو في السجون اللي تانتيغرا مع الحق العام ممارسته ممارسه مجرم عادي. انا باش عارف السجون شنو راه كاين المناضلين الكثير منهم راه تيتصدم بهذا الواقع. تتمشي انك مناضل شويه تتصيب راسك دخلتي في واحد البوتقه اللي تندم علاش كنتي مناضل اصلا. هنا ما بقى عندك تا مقوم علاش تعيش انت في دل ديك. فكان هاد الحدث ديال الدار البيضاء هو اللي خلانا نفكروا نقولوا علاش على الاقل نخلوا ديك الذكرى نخلوها بقواعدها. غادي نديروا شعارات غادي نديروا لافتات وانا باش ندير هاد الشيء في هذاك الوقت. طبيعة الحال هذا داخل في واحد المنظومه فكريه انه خصنا هذوك الناس ما يتنساوش. خصنا هاد البلاد تحس بان كاين ظلم وخص الناس تحس بالتغيير باش يكون ني تغيير حقيقي. دوك دائما عندنا ديك الخلفيه ديال الثورات اللي عشناها نشوفوا الناس خارجه للشارع نشوفوا الناس دايره اضرابات اقتصاديه دايره مسدوده المتاجر مسدوده كذا.